دوزنا مزيان الحمد لله. كانت الفرنسية اللغة الفرنسية دوزناها مزيان الحمد لله، يعني الأساسيات ما زيروش معنا بزاف، المهم ولكن الإسلامية حطوها صعيبة. حراسة مشتتة يعني راهم حاضين جنابهم. لا هو في متناول التلامذة كاملين، يعني أي واحد يجاوب عليه أصلا يمل الفهم، قليل شوية ديال الحفظ ديال القرآن. الحمد لله بخير، الفرنسي مزيانة، الإسلامية اللي كانت شوية صعبة. مزيرين الأساسيات حاضين قايمين بالواجب، المدير سيدور صافي، شحال من واحد حصلوا عندهم نقيلوا الدوالو. كانت أسئلة عادي في متناول الجامعة، كان يمكن كل شيء يجاوب عليها. بيان لي بروف اللي كيحضرونا ظريفين مزيرين مراخفين. المهم وي فريمون الوزارة دارت اللي عليها، جات اللجنة دخلات شافت شنو كاين، ما لقاو حتى شي حاجة، مشاو بحال هذاك الشيء حطوه صعيب هاد العام هذا الصح. او شي حاجة فهمتي، حطوا داك لو دغني جور دان كوندامني، حتى واحد ما خادمو، كلشي عول على بوطا ميغفي ولا اونتيغو. الحراسة مشدات كاينش النقيل كاع عاوز الو ما كيرخف لك حتى شويه، الدوري عند صاحبك تهضر معاه ولا شي حاجه والو، ما دا غير تحاربي الزيرو والو.